تعال هنا بقولك. نعم. بقى انا اجري وراك من الورشه لغايه هنا مرتين اندهلك ما تردش عليا؟ والله عارف، عرفت تكبري وتربي يا اسرايا ابو الفضل. متاسف يا امي. متاسف؟ حصلت لنا البركه يا سي متاسف. متاسف دي اصرفها فين؟ في انهي بنك ان شاء الله؟ يا امي حضرتك عايزه مني ايه دلوقتي؟ ما هو اسمع بقى، لاخر مره بقول لك يا رياض، حط عقلك في راسك تعرف خلاصك. البنت دي شيلها من دماغك خالص، لا دي من توبك ولا انت من توبها، وانسى ان في يوم من الايام هجوزها لك، فاهمني؟ اخصمك اسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواه. يا بنات بقالي ساعه بخبط على الباب. الحرب قايمه ما بين ماما ورياض بره ليه؟ معرفش، انا مش سامع حاجه اساسا. ما انت طرشه اصلا اللي مش سامع حاجه اساسا، ده انا قلت هتسمعي علشان يعني صوتهم كان عالي. يا سيدي بلا بتاع، تلاقيه بسبب البنت نبيله دي. انا مش فاهم، رياض ده ذوقه بلدي جدا، مش فاهم ايه اللي عاجبه في البنت اللي اسمها نبيله اللوكال دي. يا حبيبي احنا مالنا؟ ما اللي عايز يعمل حاجه يعملها. على رايك يا جميل، انت خارجه ولا ايه؟ لا، عامله في نفسي ده كله عشان اقف في البلكونه. ياه دمك بينقط سم. يا بنت انا بسالك عشان اذا كنت رايحه النادي نروح سوا. لا، رايحه بارتي عند رندا صاحبتي. البنت رندا دي اللي هي البولندايه الصاروخ ارض جو دي. طب بقول لك ايه، ما تاخديني معاكي عشان عايزين نتعرف يعني. انسى يا روحي، انت لسه صغير على الحاجات دي. يا روحي يا روحي ايه؟ وبعدين معاكي بقى، انت هتفضلي كده تشيلي وتحطي في موال سرياط دوت وتحرقي في دمك؟ ما ينفعش كده. اعمل ايه؟ ما هو مغلبني معاه. خلاص جوزي هاله وريحي دماغك. ده على جثتي مش هيحصل ابدا ان بنت رمزيه الخياطه تاخد ابني البكر على الجاهز كده طول ما انا عايشه على وش الدنيا. يا ست سراج، يا ست اسرائيل، البوال ده بقالنا 10 سنين عمالة تقولي وتعيدي فيه ومفيش فايدة. هو مش ساب العلام علشان خاطرها، علشان يشتغل ويعمل له قرشين ويتجوزها. قرشين ايه يا ابو قرشين؟ ده كله مالي وفلوسي. لو ما كانش الورشة والمعرض كان هجيب فلوس منين ان شاء الله؟ طبعا يا حبيبتي كله من خيرك وربنا يخليكي ليهم وما يحرمهمش منك قادر يا كريم. بس يعني ما تنكريش بقى ان سرياض سندك في شغلك وبقى ايدك اليمين. يعني ايه؟ هو عشان بقى سندي وايدي اليمين لازم يتجوز اللي على مزاجه حتى لو مش على مزاجي انا؟ انا ما اقصدش كده، انا اقصد يعني ان سرياض تعبان معاكي في الشغل يعني، والقرشين اللي عملهم من عرق جبينه يعني. اصل اسمه انت مالك يا وليه عماله بتقطع كده ليه في كلام؟ ما تتكلمي دغري على طول. انا قصدي اقول يعني اسم النبي حارسهم، يعني سي حسام والمزمزيل منال بيصرفوا ياما من غير ما يشقوا زي سرياد ما هو شقيان. هو انا مانع يا فاطمه اني اتجوز؟ ده يوم المنى يوم ما الاقي عريس قد الدنيا قدامي وربنا هو اللي يعلم، لكن بنت رمزيه لا، ده على جثتي. خلاص اعملي بقى اللي انت عايزاه، انت بقالك 10 سنين دلوقتي وانت مش موافقه وكل يوم بتتخانقي معاه. جايز المره دي ربنا يهديه ويسمع كلامك النبادي. لا النبادي انا عندي طريقه جديده. صباح الفل يا بلبلة. صباح النور يا احمد، يلا تعال افطر. ايه ده، انت مش هتفطر معانا ولا ايه؟ لا مفيش وقت، عندي جلسه مستعجله ولازم اكون قبل الاستاذ ناجي هناك. اشمعنى يعني؟ يعني ايه اشمعنى؟
يعني عايزه الاستاذ المحامي الكبير يروح هو الاول وانا المحامي الصغير اللي تحت التمرين اروح بعد منه؟ ينفع برضه يا بلبله؟ لا ما ينفعش برضه، عندك حق، انا نفسي ما كنتش محاميه قبل كده. انت اجدع من كل محاميين الدنيا، بس انت ادعي لي. ربنا يكرمك ويوفقك يا رب، واشوفك اشهر محامي في الدنيا، وكمان اشهر من استاذك ناجي المعدوي ده. على اجمل بلبله في الدنيا. ابقي صبحي لي بقى على ماما وبوسي لي ايديها وقولي لها تدعي لي. ها من عيني. تسلم عينيكي. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. ربنا يكرمك يا احمد يا اخويا ويخليك لينا. امين يا رب العالمين. صباح الفل على احلى ماما في الدنيا. صباح النور يا حبيبتي. انت صحيتي امتى يا حبيبتي؟ بس هو انا نمت من اصله؟ معقوله ما نمتيش ليه؟ كنت بعمل في حاجه البيت رضا عقبالك، كاتبه كتابها بعد بكره وهيودوا لها الحاجه بكره بكتير. انت بتتعبي نفسك قوي يا ماما، كنت صحتيني كنت اشتغلت معاكي وخلصنا لها حاجتها بسرعه. تشتغلي معايا ان شاء الله وانا بعمل لك في جهازك. يوسف صباح الخير يا يوسف. اهلا شوي. خير؟ حد من الولاد جراله حاجه؟ لا الولاد كويسين ما تخضش عليهم، انا بس عاوزك في كلمتين. تحت امرك. ايه هنتكلم في الشارع كده؟ انا مش هاخد من وقتك كتير يا يوسف. عموما لسه شويه على المدرسه. اتفضلي اتفضلي يا سعيد. لا لا سيبيه مفتوح عشان التهويه. اتفضلي. معلش يا يوسف انا جيت لك كده على سهوه، ما رضيتش اقول لك تجيلي الورشه ولا المعرض عشان مش عايز اتكلم قدام رياض. خير يا سراي؟ قلقتيني. ابنك رياض ماله؟ خلاص غلبت معاه، مش عايز يشيل موضوع جوازه من البت نبيله دي من دماغه ابدا. هي الحكايه كده. فاهمين يا سراي انت رافضه البنت دي ليه؟ يا سلام، قال جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين عايز تجنني. وجننك ليه بس يا ستي؟ قولي لي بالراحه، انت رافضه نبيله ليه؟ ايه اللي رافضاها ليه؟ بقى حته بنت اللي راحت ولا جت ومش مكمله تعليمها، وامها خيطت جلاليب، تيجي تاخد ابننا البكري كده على الجاهز؟ انا سرية صاحبه المال والجاه، انا سب رمزيه جلابيه. حلوه رمزيه جلابيه دي. اهي حدتك وعن جهيتك دي يا سرية هتفض ولادك من حواليكي، وزي ما انفصلنا من 5 سنين بسببها ولادك واحد ورا التاني هيتفشوا منك برضو بسببها. اسمع يوسف، انت نفسك ومن عينك ان ولادي يمشوا ويتفشوا ويسيبوني عشان يجولك، لكن لو عايزين يعملوا كده كانوا عملوها من زمان. ما انت ياما اتحايلت عليهم بعد امك وابوك ما ماتوا عشان واحد منهم يجي يعيش معاك، لكن ولادي انا ما يستغنوش عني ابدا. قصدك عن فلوسك؟ انا ايه وفلوسي ايه؟ فلوسي دي اللي بتحقق لهم كل اللي نفسهم فيه. اللي نفسهم فيه لكن اللي هم عايزينه واللي محتاجينه فعلا لا. عموما احنا مش هنعيد ونزيد في كلام ملوش لازمة. فاهمين يا سرية؟ انتي رافضة ان رياض يتجوز نبيلة دي ليه؟ عشان امها خياطة؟ ولا عشان ما كملتش تعليمها؟ ولا عشان هما ناس فقراء؟ ولا ايه بالظبط؟ ونبي يا نبيلة اعملي لي كوباية شاي عشان اعدل بيها دماغي يا بنتي. حاضر يا ماما من عينيا الاتنين. رياض صباح الخير يا بلبلة. صباح النور. انا اسف ان انا جايبك كده. لا لا ابدا، اتفضل اتفضل. اهلا يا صباح الخير يا طنط. صباح النور. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. انا اسف يا طنط ان انا جاي بدري كده، بس كنت عايز احمد يعني، فقلت الحقه قبل ما ينزل الشغل. والله يا ابني احمد نزل النهارده بدري، اصله عنده محكمه كده. انا اسف هبقى اجي له وقت تاني.
لا والله ما انت ماشي الا ما تشرب الشاي. الشاي يا نبيل. حاضر يا ماما. اتفضل استريح. والله يا طنط انا كنت جاي اقول لاحمد بصراحه يعني لو شايفني راجل يتمم معايا انا موضوع نبيله وامي مسرها توافق وترضى. والله احنا لو ما كناش شايفينك راجل ومال وهدومك ما كناش خلينا نبيله تستناك لغايه دلوقتي، وديك شايف العرسان رايحه جايه عليها، وانا خايفه ان انا اجوزها غصب عنها تفضل طول عمرها تدعي عليا، وخايفه كمان ان انا اجوزها من غير موافقه والدتك تقول ان احنا خطفناك منها. وانا مش فاهمه هي مش موافقه عليها ليه، مع ان نبيله تتاقل بالذهب وطول عمرنا جيرانكم وعمرنا ما طلعت من بقنا العيبه. وانا نبيله عندي ما تتاقلش بمال الدنيا بحالي، انا اللي هتجوز مش امي، مش هتجوز حد غير نبيله مهما حصل، وان شاء الله هاجي لكم انا وبابا نطلب بيتها. شوف يا سرايا انت اساسا مش من حقك تعترضي على نقطة التعليم دي بالذات، لأنك انت كنت السبب في ان رياض راخر ما كملش تعليمه رغم كل اللي انا عملته معاه عشان يكمل. طبعا طبعا لازم تطلعني غلطانة، انت الملاك ابو جناحين. يا سرايا يا سرايا انا وانت بنتكلم في حاجة تخص ابننا، محدش معانا. بقول لك اذا كان عندك كلمة حلوة اقولها، ما عندكش خلاص. يا سرايا يا سرايا الولد ما بقاش صغير دلوقتي، من حقه يختار حياته اللي هو عايزها. يا سلام بقى هو يختار وانا اقعد اتفرج عليه؟ ايه ضيفة شرف؟ ده ابن البكري روح قلبي نور عيني. ابنك تخنقيه؟ انا اخنق ابني؟ مين اللي قالك الكلام ده يا سي الاستاذ؟ شوف يا سرايا وقوفك قصاد الولد بالعند ده وبالطريقة دي هيخليه يتمسك برأيه أكتر، هيغلط نفس غلطتي لما أبويا الله يرحمه وقف قصادي عشان ما تجوزكيش وأنا صممت. نعم عايز تقولي إن جوازك مني كانت غلطة؟ لا بقى، إذا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرة، أنت حفيت ورايا وسقط عليا أمة لا إله إلا الله عشان أوافق عليك وأتجوزك. وبعدين ايه اللي حصل؟ وصلنا لطريق مسدود يا سرايا، لاننا اصلا ما ننفعش لبعض. الافضل بقى عشان ما تخسريش ابنك اعمليه باللين، اذا كان الموضوع مجرد عند هيصرف نظر، اذا كان الموضوع حقيقي هيتمسك بيه اكتر، وساعتها من الأفضل إنك توافقي عشان تبقى الحكاية برضاكي. وعلى فكرة البنت كويسة، أنا كمان موافق عليها. ده اللي قدرت عليه؟ ما أنا ابني غير تضيع وقتي معاك. فوتك بعافية يا سي الأستاذ. قلبي رضاكي إيه؟ يا ابني اقعد بقى خيلتني. انا مش قادر افهم ايه اللي يخلينا نوافق على المهانه دي، واحده ومش عايزه بنتنا يبقى احنا كمان مش عايزينها. الراجل بيحبها وشاريها. يا امي رياض على عيني وعلى راسي وانت عارفه كده كويس قوي، بس ما تنسيش ان امه هي صاحبه المال وهي صاحبه الشغل وهي صاحبه حتى الشقه اللي هيتجوزوا فيها، يبقى فين بقى الاستقلاليه اللي هو بيتكلم عنها دي؟ بس ما هو قال انه هيجيب ابوه عشان يخطبني منك. بلبله يا حبيبتي انا عايزك تتجوزي رياض النهارده قبل بكره، بس مش على حساب كرامتك، عايزك تدخلي بيتك وتبدأي حياتك الجديدة وانت معززة مكرمة. الأستاذ يوسف راجل طول عمره فاضل وكريم وأنا عن نفسي بحبه وبحترمه جدا، بس الكلمة مش كلمته. إزاي بقى؟ هو مش دايب أبوه برضو؟ أيوة طبعا أبوه، بس الست سرايا هي صاحبة الكلمة. الست سرايا هي اللي ربت عيالها من صغرهم وهم مرتبطين بيها جدا وكلمتها مقدسة عندهم، والأستاذ يوسف مش هو اللي هيصرف على الجوازة، ده راجل طول عمره دخله محدود لأنه مارس عمل شريف ونزيه. ما هو رياض معاه فلوس وحتى لو كانت قليلة هنمشي نفسنا بيها. حطي كمان في اعتبارك إن الست اللي أنت عايزة تناسبيها دي جوزها ذات نفسه ما استحملهاش وسابها، وأنت عارفة وكلنا عارفين إن الأستاذ يوسف راجل عاقل ومثقف، يعني عنده قدرة على استيعاب كل الأمور، لكن مع كل ده ما قدرش يستحملها وسابها،
يبقى انت بقى هتستحمليها ازاي بس؟ يعني بعد السنين دي وبعد ما قعدت تستناه ده كله نقول له ما تتجوزهاش يبقى ده اسمه كلام؟ يا امي انا ما بقولش ما تتجوزوش، انا بقول اننا لازم نصمم ان شروط الجوازه تكون افضل من كده، ما نرميش بنتنا رخيصه. نبيله دي عمله نادره، مفيش في عقلها ولا رقتها ولا حنيتها في الزمن ده، يبقى ليه نرضى لها بالمهانه يا امي ليه؟